السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ يا رب تكونوا بخير وفي افضل حال. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض وصفة كويسة جدا. وصفتنا النهاردة من احسن واروع الوصفات اللي هتدوب معاك الدهون بطريقة سريعة جدا وبطريقة سهلة، يعني ان شاء الله كده هيبقى خس من غير ما تحس. تمام، بسم الله. يلا كده ونحط لايك للفيديو، وصل الفيديو دوت لاكبر عدد من اللايكات، ويلا بينا كده يا جماعة نشوف وصفتنا النهاردة. وصفتنا النهارده يا بنات للناس اللي هي ما بتقدرش تلعب رياضه او بتروح جيم، او بمعنى اصح ما عندهاش وقت او فضل. وكمان وصفتنا للناس اللي هي ما بتقدرش ان هي تعمل رجيم، او ان هي مثلا تصوم عن الاكل او الكلام ده كله. هنعمل وصفه كويسه جدا هتسد الشهيه معاكي، هتقلل معاكي الوزن بطريقه كويسه جدا، هتدوب معاكي الدهون، هتزود معاكي سرعه الحرق بطريقه سريعه جدا. ايه هي الوصفه بتاعتنا؟ يلا كده يا جماعه اللي ما حطش لايك يحط لايك، ويلا بينا نشوف وصفتنا النهارده. اول حاجه كده يا بنات معايا الكوبايه بتاعتي وكوبايه ميه دافيه، ميه دافيه بس مش مغليه ولا حاجه، بالشكل ده كده. طبعا مش هملاها قوي عشان اقول لكم مش هملاها ليه. بعد كده معانا ايه؟ معانا خل التفاح. تمام، ده كده هناخد معلقه من خل التفاح، ده كده معلقه صغيره من خل التفاح، كده تمام. احنا ماشيين مع بعض خطوه خطوه علشان نعمل الوصفه بتاعتنا بطريقه سهله وبسيطه. تاني حاجه معايا زي ما انتم شايفين معانا زيت الزيتون، ده كده يا جماعه معايا زيت الزيتون. زيت الزيتون ده طبعا بيكون بكر، ده من افضل واحسن الزيوت اللي هي ممكن تسد معاك الشهيه، بتنزل معاك الدهون، بتزود معاك سرعه الحرق، ده كويسه جدا. لان طبعا زي ما انتم عارفين ان زيت الزيتون ده من الدهون الصحيه. ده كده معانا معلقه اهي، تمام، ده كله برضو بالمعلقه الصغيره. المكون بقى اللي معاها زي ما انتم شايفين كده يا جماعه اللي هو الزنجبيل البودره، ده طبعا الزنجبيل البودره. لو عندنا فريش ممكن ان احنا نستخدمه قطعة صغيرة كده وهنبشرها وهنحطها برضو في الكوباية. ما عندناش هنستخدم الزنجبيل البودر. الزنجبيل يا جماعة ده بيزود معانا معدل الحرق كويس جدا في نزول الوزن بطريقة كويسة جدا وطريقة سريعة. كل الحاجات اللي احنا عملناها دي حاجات طبيعيه. دلوقتي كده هنشيل الكوبايه بتاعتنا كده على جنب، وهنيجي نشوف ايه اخر مكون. طبعا زي ما انتم شايفين الليمون معايا، الليمونتين اللي انتم شايفينهم دهمت. هنعمل ايه؟ هناخد الليمون بالشكل ده كده، ده الليمون التاني اهي، وبنفس الطريقه دي، تمام، بالشكل ده كده. ده طبعا يا جماعه الليمونتين اتنين اهو. هنبدا ان احنا ناخد عصير الليمون، هناخد طبعا عصير الليمونتين اتنين بالشكل ده كده. ايه على فكره يا جماعه الناس اللي هي دايما بتتحسس من الليمون ممكن ان هي ما تكترش، تعمل بس ليمونه واحده. ايه مفيش عندك اي مشكله من الليمون، ممكن هنحط الليمونتين، ده هيبقى افضل واحسن. طبعا الليمون كويس جدا، ده كده يا جماعه حطينا واحده ونص اهوت، لو انت حابه تحط اتنين ده كويس او برده ما فيش اي مشكله. تمام، هنبدا ان احنا برده هندوب ده كده كوبايه جهزت معايا. هنزود بقى شويه ميه كمان برده اهوت، مش حابه ان انت تزودي ما فيش مشكله، يبقى كده الكوبايه بتاعتي جهزت. ده كده يا جماعه الكوبايه جهزت معايا. هنعمل ايه بعد كده؟ هنغطي عليها كده اهوت لغايه ما احس ان هي بدات ان هي تدفى معايا. طبعا الليمون انا مش هحطه يا جماعه الا بعد ما الميه تبرد وتدفى معايا، هنشربها كده اكنك انت بتشربي شاي دافي، تمام، وهنشربها برده بطريقه الشاي. هنغطي عليها كده وهنسيبها حوالي 10 دقائق، وبعد كده هنعمل ايه؟ هنشيل الحاجات دي كلها. خلاص عايزين نصفيها هنصفيها، مش حابين خلاص هنشربها بالطريقه اللي انت شايفينها معايا دي. طيب هنشربها كم مره في اليوم؟ هنشربها هي مره واحده بس في اليوم. حابين ان انتوا تزودوا بالليل كده كوبايه قبل ما تنامي، ده هيبقى افضل واحسن. تمام،
يعني احنا لو احنا حابين نشربها مرتين في اليوم برضو هنعمل زي ما قلنا كده. حابه ان انت تكتفي على كوبايه واحده بس الصبح كده على غير ريق، ده برضه هتبقى كويسه جدا. الوصفه يا جماعه وصفه امنه ما فيش فيها اي مشاكل خالص، ده كويسه جدا. اما بالنسبه للناس اللي بتتحسس من الزنجبيل او الليمون تقدر ان هي تقلل الكميه بطريقه بسيطه جدا، تمام. ده طبعا مع ايه، مع ان احنا زي ما قلت لكم في بدايه الفيديو خالص هنقلل شويه بس من الاكل، او الناس اللي هي مش حابه ان هي تلعب رياضه دي برضو هتبقى كويسه جدا، ده هتحل المحل او ده بديل المشاكل دي كلها. ده برضو بالناس اللي هي ما بتلعبش رياضه يا جماعه ممكن ان هي برضو هتستخدم الكوبايه ديت. ده طبعا مع شغل الطبيعي بتاع البيت، ان انت بتشتغلي في البيت او راحه جايه الكلام ده كله، ده هتبقى كويسه جدا. خلاف كده وكده كمان ان هي طول النهار هتحسسك بالشبع، يعني مش هتخليك ان انت عندك شراهه على الاكل او عايزه تاكلي او الكلام ده كله. ده ليه؟ ده لانه فيها زيت زيتون، وانتوا طبعا عارفين ان زيت الزيتون يا جماعه ده طبعا لوحده بيحسسنا بالشبع. الزنجبيل بيزود معاكم معدل الحرق، الليمون كويس جدا وبرضو بيزود معانا معدل الحرق، بفيتامين سي كويس جدا قوي وبنقي الجسم من السموم. خلاف كده وكده كمان طبعا في اكيد ناس هتقول طب انا مش هقدر اشرب الكوبايه كده، انا عايزه احط لها سكر او عايزه احط لها عسل. هقول لك لو انت مش هتقدري ان انت تشربيها بالطريقه ديت، ممكن ان انت تحطي نص معلقه عسل نحل طبيعي، ده هتبقى كويسه جدا، او معلقه هتبقى حلوه قوي. مش حابه والافضل ان انت تشربيها كده، ده برده هتبقى كويس. هنشربها اكننا بنشرب شاي، مفيش اي مشكله خالص. ده طبعا اول ما نقوم من النوم هنعمل الكوبايه زي ديت وهنشربها قبل ما نفطر كده بنص ساعه، هنكون شاربين الكوبايه ديت. عايزاكي بقى توزني نفسك قبل الوصفه وبعد الوصفه ب 10 ايام، شوفي الوزن بتاعك هيبقى شكله ايه. وده كان الفيديو بتاعنا النهارده، اتمنى يا رب يكون عجبكم، ولو عجبكم ان شاء الله ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.